بنسمي الجزء اليمين من الإشعة مش رايت لانج، رايت هيمسوكس، والناحية الشمال اسمها ليفت هيمسوكس. الاثنين ميزة اللانج سيمتري، راديولوجيكالي في سيمتري. سيمتري ده ايه؟ سايز اليمين الشمال الأول كفوليوم. تاني حاجة الفاسكولاريتي سيميلر يمين الشمال. ثالث حاجة اليوسنسي درجة السواد كوبي من اليمين وكوبي من الشمال. حط ده في يور مايند عشان تعرف انت فين الباثولوجي بالظبط فين. يبقى عندنا هيميسوركس مش لانج في سؤال جالي من دي الدكتور طارق نزل لهم الشيخ الدكتور اللي فات. يونيلاترال هيبقى اليوسنسي اوف ذا لانج اوف ذا لانج معلش هيميسوركس يعني عايز اللانج دي هايبر اليوسنسي. كل قضية بتحكم على مين؟ على بارشال ابستراكشن وذا ميجور واي وديفرنشال دمو زي ما احنا هنقول دلوقتي كلها. فلازم نتفق على هيمي سوكس دي كلمة مش معتادة لكم وما بتقولهاش كتير. يعني ايه الرايت لانج فيها هيمي سوكس؟ اجتمعوا. الرايت لانج فيها هيمي سوكس. جاوب كده يا ليه؟ ينفع؟ امال هيمي سوكس ده فين؟ في البلورا. يبقى فين في الشيست قدامك فين؟ نيوموسوركس في الرايت هيموسوركس زي ما انتم فاهمين كلمه رايت هيموسوركس يعني فلا بد نقارن الفاسكولاريتي يمينا ويسارا. دي في بعض التعريفين في الحته دي لان هي دي كلو انفيزيما ديستنكشن للاير سبيسز. اير سبيسز يعني الف ضاي والف لو ساكس. بعد ما تخلصت الكمبيوتر دول كلهم اسمهم زي بالظبط عجود العنب. عجود العنب الجباب دي ها كل العنبات دي كلها اير سبيسز. انما العجود نفسه اللي هو السكيلتون اللي ماسك فيه العجود العنب نفسه اسمه الام او اي. فهو يا اما ايه؟ ام او اي ديزيز ولا اير سبيسز؟ كلمه اير سبيسز يبقى انا قليل في الغلط. ام او اي ديزيز يعني بيقول يعني الازمه ام او اي ديزيز. برونكولايتس ام او اي ديزيز. نيمونيا ده ديستنشن اوف ذا اير سبيس نتيجه ريفرسبل ديستراكشن اوف ذا البولر سيبتا ايزر جنرالايز او كوبرايز اوفر انفليشن او هايبر انفليشن ديستنشن نفس الكلام اوف ذا اير سبيس علاقه بالاثنين زي بعض ده فوق بكلمه اخرى ايرفرسبل عشان كده كلمه انفيزيما اللي احنا بنقولها بشكل اخر في الحقيقه هي هايبر يعني ايه دخل فوق الموضوع وعمل لك في النهايه الضغط دي هايبر انفليشن وشفت الفوق ودي رجع الضغط زي ما كان. This is not in physima. Physima خلاها للريفرسابيلتي او تحتاجها بتاع. الهايبر اوفر انفليشن ده حاجه من ايه؟ يكون بنساتوري. يعني ايه كومبنساتوري؟ الليفت لانج فيها مشكله. اتليفتت الليفت لانج. اجينيسيس اوف ذا ليفت لانج. طيب الفوليوم داخل. هيتوزع ازاي؟ مفيش حاجه هنا تخش. هيريجستيو مثل الناحيه الثانيه. يبقى اللانج دي تاخد هواء اكتر ولا مش اكتر؟ اكتر يبقى هايبر انفليشن وده يفهم هينزل لعده الريت بتلاقي 7 8 9. الاير انتري السماعه اخباره ايه؟ ساعات مقارنه بالناحيه الثانيه. اذا في كومبنساتوري هايبر انفليشن اللانج دي ها زاد السايز بتاعها ولا ما زادش؟ زادت الفاسكولاريتي ولا زادت؟ لان ريديستريبيوشن اوف ذا بارتيكل من الناحيه الكاتاليتيك للناحيه الثانيه. وزاد الفوليوم وزاد الهواء وزاد الطيب الفوليوم والسماعه عندك انكريز كمان. في ميديا ستايلر تراكيا او هارت هيحصل لهم شيفت لمين؟ للكونترالاتور. وير از ذا باثولوجي؟ في المكان اللي فيه كومبنساتور هايبر انفليشن ولا في الناحيه الثانيه؟ في الناحيه الثانيه. كومبنساتور هايبر انفليشن بيزيد نورمال او ديكريز. اوبستراكتيف هايبر انفليشن بتاعها فورم بودي دخل قريب من برونكس عمل لها برشا ديستركشن. حصل التراب شيك بقى دخل الهواء وفي الاكسبريشن هتفضل تكسبك اخبار ايه في السايز بتاعها؟ يزيد. هي الهيلثي ولا هي الديزيز؟ الهيلثي سايد في الناحيه الثانيه. طب الفاسكولاريتي بتاعتها اخبارها ايه؟ يبقى السايز بتاع البنك لما تلاقي يغم عليك التشخيص السايز بتاع البنك اللي الفاسكولاريتي فيه وقعت هو الايه؟ الارتيكسي سايز. دي نقطة مهمة عشان يبقى
عشان كده القواعد دي بتقول اول حاجه تشيك نورمال انفليشن باي ويل ديفاين وات دي جرافيك ريشن او ده اللي هو جود انسبيراتوري انفليشن. اروح باصص على اليوم ببصه سريعه ماليش دعوه بشكل نفسي قوي على الدور في الافلام اشوفه زي ما هو له دور ولا فلاتنج. فلاتنج احسن حاجه تشوفها فلاتنج وفي الافلام يا دكتور احمد لا تنج. لا تنج بيقول لي افلام عامل كده يا جماعه استنى عامل كده اسمه سلوك يعني لو قعدت عليك الزحله وتنزل في البوستير وتنزل في المكان. لما تيجي الاسكاليت من غير دور فلاتنج بقت انفرتد تحط فيها ميه تستنى بتنيل جميله راح خالص. ده انت شوفها بهذا الشكل لازم تشك. النقطه الثانيه وطبعا الريسك رقم ها انتيودو رقم كام؟ مينيمم 6 وبريفيرال 7 يا دكتور ماجد. ايدنتيفاينج والجيوغرافيك كريتيريا اوف هايبر. هايبر انفليشن احنا قلناها. ثالث حاجه هايبر انفليشن از ابنورمال تحت سن سنه. محدش يقول الولد ده بيصور فيلم أشعة وبالصدفة خد الراجل الفني فيلم الأشعة وهو في فول انسبيريشن تحت سن سنة. صعب جدا الولد يهض الانسبيريشن بتاعه قبل ما يجي يعيط. يعني يحبس هواء عينه وخرايط انسبيريشن صعب. في ارتبالي تحت سن سنة اولموست اولوز باثولوجيكال. باثولوجيكال في سبب اسمه كلايتس فور بودي مثلا. بيكونز فريكونتلي ارتبالين براذر ان جولانكال ريسك. تاني حاجه هايبر انفليشن از نوت نيسيرلي اسوسييتد وذ هايبر ديوسيس. في ناس تقول هايبر انفليشن لانج او شيست في هايبر انفليشن جنرال راح باصص لمين؟ للريس بقى الريس. لا الفاسكولاريتي ديمينيش تبقى اسود. كل ده ممكن يكون مس اندرستاندنج نتيجه عوامل الاشعه اكثر او ظل البيم شويه. لما انت مش هتشيك على هايبر انفليشن قال لك بتدوق اون ذا ديث بقى اللي هو رقم 6 او 7. يبقى هايبر انفليشن مش لازم يبقى معاه هايبر ديوسيتي. اف اسوسيتد لو انا عندي برونكولايتس جامده قوي او دينس فايرال نيمونيا وفيها انفلتريت جامده بابا هايبر وكل ممكن هتيجي تبص كده درجه ترانسديوسيتي قالت على الرغم ان الولد هايبر انفليتد هتحتكم لمين؟ الدفع. البيول الخمسه باي لاترال هايبر ليوسنسي مش لازم تكون ساين اوف هايبر انفليشن الا اذا كان معاها اوفر ريشن يعني اوفر بنكتب فين واخد عامل اشعه من اسود هايبر ليوسنسي مش معناتها هايبر انفليشن ابدا. ديكريز ذا لانج بلاد فوليوم لانج بلاد في حالات فلس في اي كونجينيتا هارت هل الهايبر ليوسنسي ده هايبر انفليشن ولا دي سيمبلي لانج مالها؟ اخر رول ايفاليويت البالونه بالفاسكولار ماركينج اونلي افتر شيكينج ذا انفليشن. ليه؟ الاكس فايليشن فين؟ اللي بيحصل طالع من فوق اللنج كونجستد في هذا المكان اللي ما بقاش اقول ابدا لازم اقول فول انفليشن صح على زي ما انت عارف على كونجيشن وعلى على النسوه وعلى الانيميا. يبقى نيفر انك تتعلم على البالونه بالفاسكوليشن بشكل صح وانت مش متاكد ان الانفليشن بتاعك صح. شوف شيك انفليشن او لما تشيك على الاسكولاري. وهناخد الاكزامبل ده نورمال انفليشن زي ما قلنا اهو عامل برقم 6 ده احنا قلناها قبل كده اهو ليفل 6 او بوستيريو 8 12 ماشي. قول ثانيه طبعا ده احنا قلنا مين؟ ريب رقم كام؟ ده اهو انتيريور ريب ادي واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه رقم سته انتيريور ريب ادي فيرست سكند ثيرد فورث فيفث سكس قبل الدفايت كمية ماشي يا سيدي. تاني حاجة ادي الهايبر انفليشن. بص يا جماعة أجا كوبيا ولا غير دوم وأجي كوبيا من غير دوم. لو في دوم هنا يبقى في دوم، ما فيش دوم سلوك الأفلام يبقى ده معنى. كمان هتلاقي السواد اللي ورا الهارت يا جماعة كبير جدا والسواد اللي قدام الهارت كبير جدا وهي بيرسي بين الستيرن والستيرن كله هوا باين الهوا ده كله جاب مين؟ اوعى تفتكر هايبر انفليشن
ايه سبب الاوفر انفليشن مانجوز نورمالي بعد ريو كونستراكشن؟ يعني لقيت المانجو مليان هوا اكتر من لازم وما عندكش انستراكشن ايه؟ نو نوزي بريسنج ات اول، نو ويزيس موجود، نو كومبلاينتس، نو ازمه، نو فور، نو 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 نو، عنده بايلاترال اوفر انفليشن. ده لو واحد كبير خد نفسه الشريط بشكل رهيب وعلق نفسه وصور، انما غالبا ذيس از ذا كلينيكال ايكوفيلنت او فيزيولوجيكال ايكوفيلنت اوف هايبريميا. الهايبريميا اللي انت بتشوفها في البي كي اي في اي دي هايبريشن مع اسيدوزيس في هايبر ثيرموتيك سبيل، كل دول عندهم رابيد انك دي رابيد ودي بريسنج على الفايدة الاولى حصل له ايه؟ زاد انت بتعرف ان ينزل لتحت هايبريشن هايبر هايبر انفليشن هايبر انفليشن. انما انبل انفليشن باي لابر constructive barbiturate is two most common causes of keratitis. Our two of them acute bronchitis, viral load respiratory, asthma, put on them the cystic fibrosis. All those causes of bronchial or bronchial partial destruction generalized. The emphysema is not going to be localized. The inflammation is not going to be. We are dealing with generalized airway disease. اسمع مش هتيجي في حته وحته ثانيه ولا بروكلايتس في حته وحته، فالجنراليزيشن هنا في صالح اوبستراكتيف هايبر انفليشن. اهي نفس الكلام شايفين اللفه من اليوم، هذا الهايبر انفليشن تيبيكال يعني بيحصل مفيش في سلوك سلوك اللي بتاعته واحد ريتو ستيرنال كير رهيب، ريتو ستيرنال وريتو كارديال كير كبير، كل ده نان سبيسيفيك انت بتشوف الكونديشن بتاعته. الاندر بريشر بقى لما يكون اوبستراكشن اصعب ما شفناهوش بقى، ما تلاقي في حاجه هنا في الديوين منه قفلت موجوده في التراكيه مثلا فاسكولار بيس الحاجات دي عشان تعمل لك انسبيراتوري اوبستراكشن مش اكسبيراتوري. لو انت بتعمل اندر بريشر واوفر بريشر، هنا لو اندر بريشر موجود نتيجه سنترال كوز هنا يبقى بتتكلم على حاجه عامله كومبريشن للميجور ايوي وانت اسكالي تالت حاجة هايبر انفليشن قلنا نورمال نو كونسيستنس كل الحاجات والقواعد اللي احنا سائلينها دلوقتي. رول الستة ليه بقى السؤال ده؟ اندر انفليشن هيعمل ايه في الفاسكولار؟ يلوث الفاسكولار ماركينج فورسلي والبارين كمان كيمستي هنسيت سيموليتنج هارت فيلير نيمونيا بالذات في النورمال نيمونيا شيست. وان اوف ذا كورن كيرو في الان سي اي سي او في النيمونيا شيست ان الفيلم بيتاخد من سوبايل ايبي بيتاخد من ستيل فور اكسبريشن. تبص تلاقي الهارت بانكي وغنونه القديمه موجوده وكونديشن الشخص خاص بالاسبي مريح. فتخلي بالنا من تشكيك الاندر اوفر انفليشن يقلل الماركينج، لان انت لما هتدخل هواء كتير اوتوماتيك الفاسكولار بتاعت بالنا فوق سري ديمنش هيجي مع بعض تقلل الفاسكولار. عشان كده البيشنت اللي عندهم ليفت موبايل شنط ليجن في سي دي مثلا وجايبهم بفايبر لوز بقى تتفكي انفكشن وانفزيما بص تلاقي الشيست بقى اوفر بريك وهايبر تلاقي الشيست جنرايز وويز بريسيو بتتفتش على بانجي بالاصبع مش لاقي صح دي مومنتري لان اللانج اتملت والبالونه اللي راسه لو بتكمبرس واصبح متشائم ايفن الكاربت سايز ما هوش بالكاردومينال اللي معتاد من شرط لان الانفزيما او الهايبر فيشن تكلفه العرض. وانس ان الفيشن ريكفر كاربت سايز بتاع تاني والهايبر فيشن طلع في الوقت وتشوف الشنط الماسكولاريتي بشكل او باخر. ودايما ساعات يبقى عندك حالات كاردومينوس وبالمفروض الجسم بتعمل اكسيبل ومفيش فيها كونجيشن. ازاي ده كاردومينوس ومفيش فيها احتقان؟ ازاي ده لانج ماسكولاريتي مش عالي قوي بي اس بي ومش باين؟ فين الريزن؟ These patients under diuretic therapy. لانج في قلق دراي، ما انت بتدي فلود بتدي دايوريك ده عشان تنزل ميه من مش من هذا المكان. فلا يمنع ان البيشنت يكون under diuretic therapy الفاسكولار في مالها نورمالايز او قليله او مش ماشيه مع حجم الهارت الكبير السبب ده.
انما بقى لو لقينا اللانج ايريشن او سايز او فاسكولاريتي ابر، دول الاربع انواع اللي بناخد بالنا. بيقول القاعده الاولى، لو لقيت الفاسكولاريتي جريز هي في اللانج بتاعتها، يبقى نقول شوف ذا لانج باثولوجيكال اللي الفاسكولاريتي بتاعتها اقل زي ما هنشوف. ابدا من هنا الفاسكولاريتي از نورمال اور انكريز، ده العكس بتاع الحته دي او المبالغ او الفيستين بتاع الكوين، اللانج از نورمال. انما حته مهمه قوي في 9 و10 بيقول ايه؟ سمول يبقى ده هي سوبرس صغير كومبليتلي اوبيك ابيض هيم سوبرس از ابنورمال هيم سوبرس ممكن نضعه. يعني تقول ايه؟ ان لو عندك اوبستراكتيف هايبر انفليشن في رايت لانج فوق دي وعمل كومبريشن للانج الناحيه الثانيه مهما عمل ضغط عليها عملناها كولابس هيظل في الحته اليوسف يبقى بصوج في الناحيه اليمين الثانيه. انما لو لقيت اللانج كلها كومبليت لوبيك ذيس از انهيد سيفان عشان ما اخش بعيد واقول في ذيس ثاني في الناحيه الثانيه. دي قاعده مهمه جدا. اخر قاعده مع الانسبيريشن والاكسبيريشن اللانج التي تفتح وتفضي وتغير في اليوم في الفوليوم بتاعها الهيلسي لانج والبود لانج التي لا تغير حجمها سيجنيفيكانت ذيس از كمان ايه بقى؟ كتير جدا حاجه اسمها الايكواليريشن تكنيكال فاكتور. التكنيكال فاكتور اللي ممكن تقول انبوبه الاشعه لسبب او لاخر اتلفت. فالجزء من السوركس اللي ناحيه الانبوبه هيبقى اكثر فوائد. نخلي بالنا من يعني لو نيوبورن نايم على ظهره او في واحد نايم في الحلال. ده بيتصور اي بي ولا بي ايه؟ ايه جاي الفيلم من فوق لفيته للناحيه الشمال هيبقى اللانج اليمين قريبه من الانبوبه تبان لك اكبر اسود. لو واحد بيصور بي ايه واحد متصور كده واحد لافف كده الانبوبه وراه واحد جاي كده مين اللي بقت ناحيه الانبوبه؟ رايت يحصل له ماجنيفيكيشن ولونه يبقى اسود. فروتيتد فيلم يعمل ابارنت ان ايكوال يوسف. في ديزيز اسمه كولابس ممكن تعرفوه، عارف تعرفوه ولا لا؟ ايوه ده بيبقى عباره عن مثلا هو في البشر كده بيكتوريز ماسل ابسنت والريبس والصواص الكيشن والبلاستيك فتعمل فيلم اشعه تلاقي الناحيه دي سوداء والناحيه دي تبقى شويه. ايه اللي خلاهم ابارنت ان ايكوال؟ نتيجه في سوفت تيشو بحر تقوم تبان البنج تحتها سودا زي في الفيميل اللي عامله ماستكتومي تعمل لها فيلم اشعه تلاقي ليفت لانج او رايت لانج بتاعها هايبر يوسف. ليه؟ لان في سوفت تيشو هنا شيل. If the vascularity is decreased, the lung is abnormal. نبص للعيلة. أدا لانج على الناحية اليمين، بص لهنا وهنا. رايت لانج أهي فيها بوزل زي الفل تمام. بص للليفت لانج لوكس هايبر ليوسيد صح؟ اذا في عندي هنا امفيزيما في الليفت لانج. طب ليه ما قلتش ان في مشكله ثانيه في الرايت لانج؟ لان الاثنين ابارنتلي مو زي بعض او ما تحتكم الى الفاسكولاريتي. البارت وذ ديمينيشد فاسكولاريتي از انجيلس الفاسكولاريتي هنا مقارنه هنا في صالح مين غلط؟ ده ديمينيشد فاسكولاريتي هنا الباثولوجي على الليفت سايد. هتحط السماعه ديفرنت بالسماعه هتلاقي ديمينيشد يبقى ده اوبستراكتيف هايبر انفليشن اوف ذا ليفت لانج. نبص للسايز ده لانج هنا كبيره ما شاء الله هيميسوركس والهيميسوركس الناحيه الشمال ها رايكم ايه؟ اصغر ولا اكبر؟ اصغر. يبقى هنا الاثنين سايز مختلفين. ده الهيلسي ولا ده الهيلسي؟ او باصص للفاسكولاريتي. الفاسكولاريتي هنا ما شاء الله زي الفل يبقى ذيس از ان هيلسي سايد. يبقى هنا اللانج هنا ان هيلسي سمول وهايبر لوسنت وان هيلسي يبقى فيها هايبو بليزيا. يبقى هنا يبقى انا احتكمت للفاسكولاريتي ايه عشان اعرف الديزيز. هنا الديزيز في الناحيه الشمال لان الفاسكولاريتي عالي وهنا الديزيز في الناحيه الشمال لان الفاسكولاريتي بصرف النظر ان ده فاينل مش كتير. اذا بس كلها بالعكس سمول كومبليت. بص هنا
الاثنين دولت يشاركهم الشكل الواحد ان عندي one of the same source is small and radio وبين صح؟ اللي هو مين هنا؟ الشمال في الناحية مظبوط؟ سؤال ها أول واحد هيسأل نفسه لو دي هي الديزيز يبقى الله يدفع كومبنساتوري إيه؟ ها؟ هيبقى population وانتو يزيد وهنا مفيش انت عليك الشمال طيب لو دي الديزيز وهنا كومبنساتوري أمال دي اسمها إيه؟ شايفين الحتة السوداء اللي تحت دي؟ دي حتة فيها إيه يا رب؟ This lung is the health lung. يبقى الديزيز كله رايت سايد وعمل ميدياسبينال شيفت بالتراكيه وفي الهارت سايد وسايب لك حته سودا ما عرفش يوصل لها. يبقى الديزيز رايت سايد. يبقى كومبليت اوبيك هيمي سوركس لايك ذيس از ذا ان هيلث سايد. انما لو انا لقيت حته منه لسه ما هيش اوبيك فيها هواء يبقى انقل نفسي على ان الديزيز في الناحيه ليه؟ لأن هنا الباثولوجي التليكسس أو الجينيكس إنما هنا الباثولوجي وسترتب الإنفيزيما في الرايت لانج هنا لأي سبب وعامله ميديا ستايل عرفت ليه؟ لأن الإيديك إيريا دي ترانسيليوم تريانجولا إيريا أوف ترانسيليوم سنتيك فار نيجي الإنسبيريشن إكسبيريشن سيكونس هذا فيلم في الإنسبيريشن إكسبيريشن أول ما يجي الفيلم لو تشوفه في الإنسبيريشن يبقى أنت شاكك ان في ارتباك وعايز تعرف مكانه في سسبشن جريت اوف فورمولي عملت فيلم انسبيراتوري لايك ذيس بص الفيلم انسبيريشن واحد هيقول انا شاكك ان الناحيه اليمين شويه صمت سودا ها هايبر ميوزك عن الناحيه الشمال بس ذيس الصوت الفاينل احط السماعه الاقي الاير انتر هنا اقل من هنا واحد تاني يسمع يقول لك في ايكوفوكال كل ده اسماء فيلم في ديريت سسبشن اوف شوكينج او فور بودي اسبريشن او بيلعب بحاجه بالتخليق اروح طالب اكسبريشن في انا الاكسبريشن شوف الديافرام لم يتحرك سنه المفروض الديافرام يطلع ما تحركش والهواء ده زاد جوه رايت لانج تراب اسود والليفت لانج ما شاء الله فطت وديافرامها طلع لفوق وبقت هايبر يوسين في سنه يبقى وير ذا باثولوجي رايت لانج فين في الرايت سايد؟ رايت مين ستيم برونك. وات ذا باثولوجي فيه؟ كومبليت اوبستراكشن ولا بارشال؟ بارشال اوبستراكشن. لو كومبليت كانت عملت اثليكسس معايا؟ انا فيلم ليه انت بتطلب انسبيريشن اكسبيريشن؟ ده فيلم تاني. ادا انسبيريشن لوكس ان الناحيه الشمال بتاعه الهارت هنا سودا مكرمل صح والميدياستاين مبين لك شفتد الناحيه عايز تحلف. اروح اخر اكسبريشن فيلم ايه اللي حصل؟ ها؟ ستيل في ارتبابنج في الليفت سايد اعتقد ده معكوسه يمكن المهم الليفت سايد ميوكس في الليفت بين يعني انت الباثولوجي ليفت سايد ده الاكسبريشن اعتقد ده الاكسبريشن المهم الباثولوجي هنا ليفت سايد تاني اهو وير ذا باثولوجي هير؟ ليفت اور رايت؟ ليفت سايد ليه؟ لان في الاكسبريشن في ارتباك في الناحيه الشمال. نيجي بقى نحول الكلام ده الى قصه سريعه. هيمي سوركس يمينا او يسار اوبيك يعني دينس ابيض وبالفوليوم زي ما احنا قلنا اكبر. لارج اوبيك هيمي سوركس. وات از ذا ديفينيشن؟ ايه المتوقع عشان حجم الشيست او ثلاثي الكيش كبير ولونه ابيض وهيبر اوبيك؟ هل في احتمالات كبيره يا جماعه؟ مفيش قدامك غير فيوجن مهما كان حجبني يمين شمال لانج دي او الهيمي سوركس ابيض واوبيك وحجمه كبير يبقى في فوليوم جين في الشيست. فوليوم جين ده بميه يبقى لازم هيخش في البلوغاس لان مهما دخلت ميه جوه اللانج ده بتاخد الا حجمها اللي هي انسوليشن انما امتى تخلي حجم الهيموسوركس كبير بميه خارج اللانج اذا بلوغ ديفيوجن كما اللي عندنا بص اسمه مبين ديفيوجن ديفوما 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 وهيموسوركس تيبي شيست تيومر كايلوسوركس لارج ماس الكلام ده كل حاجات تيجي معاك انما لابد تقول على طول زي دي كده
ايه هي الصوره سي ام اي سي الاوبيك؟ اخبار الفوليوم بتاعه ايه؟ كبير. عرفت ازاي اخد ميد لاين كده هنا الاقي ده اكبر من ده او استدل بالانتايرتي ايفيدنس بالميديا سباينال شيف؟ تركيع محذوف اهي والهبط بقى نصه هنا. اذا في فوليوم جين على الناحيه الشمال كوستوفرينيك انجل لوست وبيك هي بصوره زي تمام وانا مغمض هحط دي ده لارج اوبيك هيمي سوركس. لارج اوبيك هيمي سوركس هنا سحبت الفلويد ده. كتير منكم عيال دخلت عندنا بلسان ايه يا دكتور؟ عنده دورك فيوجن كلاسيك جميل جدا على الرايت سايد او على الليفت سايد ماشي. وبعدين بس يا دكتور ما بيسخنش ما عندوش فيه خالص يحس او لو بيه الواد بيحس. وايه تاني؟ ما كحش ولا كح ده لسه بادئ يكح والريست بتاعه بقى اسبوعين. هل انت شفت نيومونيا كومبليكيتد بالبابا نيومونيك فيوجن او امبايما تعقد هذه المده من غير كحه ولا سخونيه ولا اي حاجه؟ مش كل اللغه الفيوجن انفكشن. الولد ده تركيب الانبوبه جامد وبعد كده بيخش في الصغار الكيجي يا دكتور لقيت فيه ها اوستيوكوز او الريب فيها ميكروز احد الموضوع او بصيت على الاوستيريو ريب من ورا لقيت فيها اي ميكروز او فيها سكريتر مانيفستيشن نتيجه بون ايموشن. لا انا فكرت هنا ايوينج او فكرت هنا اليوم مستور. فماليجنت فيوجن نيفر ميست بالذات ممكن او يكون ده سول برزنتيشن بتاع الماليجنس في المراحل. لوك ات ذا نوبلاستوما في البوستيريو ريب لو فيها ولوك تو ذا انتيريو ويبز او لا تبرد في الايوني سابكوما لان الاثنين ممكن يعملوا لنا حاجه سمول وبيك هيمسورس ابيض حجم الشيست سواس الكيس صغير وبيضه بيضه. فكر في ايه؟ لسه قايلينها دلوقتي اتريكسس او اجينيسيس. اجينيسيس يعني المانجي كلها ما تخلقتش من اول البرونكاس لغايه الف يعني التركية داخلة عضلية لانجي كده والليفت لانجي ما تعرفش حاجة اسمها فاجولا. يبقى فايب وفاتي تيشو موجودة ومفيش تيب خالص في الاستراش. ليه دي لسه عاملينها بقى؟ شايفين؟ ليفت سايد توتال اجينيسيس الليفت لانج كلها بيضة ودي كومبنسات وهايبرنتيشن ودي نفس الكلام توتال اجينيسيس. الاثنين تفرقة بينهم صعبة. اتليكسيس او اجينيسيس يديك نفس المرض بس الباثولوجي مختلف. الاتليكسيس ديزيز في الالفيولاي اتلزقت وقفلت مع بعضها وما عادش فيها ايه؟ نتيجه فورم بودي نتيجه ميوكاس بلادي نتيجه بس عامله ايه؟ كومبليت اوبستراكشن اندو برونكيال اوبستراكشن. انما الاجينيسيس اوف ذا لانج كلها من اول البرونكاس بتاعتها جبت ما تخلقتش. هتفرق بينهم الاثنين ازاي؟ شوف السبب ده عنده ايه؟ فيرال لور ديستركت انفكشن عنده ميوكو سيريال ديزيز عنده فورم بودي اسبريشن اللي انت بتتعامل مع اجنسيس السكند بتاعتها من يوم ما اتولدت والفيلم هذا النظام ولا دول سيمتوماتيك تماما من غير اي اعراض ما يجيبوش حاجه الا بالصدفه تقول هل دي اجينيتيك لانج ولا اتليكتيك لانج؟ الاثنين يعملوا ايه؟ سمول ها؟ وبيت ها؟ نورمال سايز وبيت وبهيزي هيلز ازاي بقى؟ يبقى الليفت ايه مش سوبر او رايت هيزي زي ازاز المصنفر ولسه لا تقال عليه سمول ولا تقال عليه لارج. معايا الحته دي طبعا هو الهيم سوبرس بنفس السايد بتاعه بس لونه ابيض لما لا في فوليوم جيم ولا في فوليوم نص. يبقى الباثولوجي ايه اللي جوه البعض؟ كونسوليديشن حاجه ثانيه جلوبال ديفيوجن في يتكون. كل ما تيجي تجمع ميه اللاند تخش، كل ما تجمع ميه اللاند تخش. زي نيوم سورس اللي ما هوش تنشن تجمع هواء اللاند تكمش، مفيش فوليوم جاي. نفس القصه هي، بص المنظر. دي امبايما لسه بتتكون مثلا وعامله بوستيريو ليرنج هنا في الوايت سايد، مفيش برونكو برام لانها مش كونسوليديشن ولسه التراكيه سنتر الهارت ما اتحركش.
يبقى دي هي لسه إمبريما أو إفيوجن إن إفيوجن. نفس الكلام أهي تركيا في مكانها، وايت بورد أو ظهرت في مكانها، الكونسوليديشن واحد هيقول طب ليه يا دكتور ماهيش تركيا ليفت لانج كونسوليديشن؟ صح؟ أقول لك وارد، بس شوف كده في حتة الأوبروك كبار واحدة تميل بيها منها. مفيش، يبقى المصروف في اليمين دي ها بلوغ، حتى لو في كونسوليديشن تحتها مش باين لك من البلوغ دي في مش موجود، يبقى ده ديفلوبينج امبايما تعمل لنا نفس الكلام كونسوليديشن. لارج هايبر ليوسنت هيموسومات مستعجلينها بقى، شوف بقى كلمه لارج هايبر ليوسنت هيموسومات في غلوب هنا بقى تخش اللانج كفاكتور والبلوغ يعني ايه؟ وبستراكتيف انفيزيما تستعمل لها فوربيدي ومشاعر كومبنسات انفيزيما ممكن نيوموسوركس ها دخل اهو، لان انت بتتكلم على هيموسوركس مش لانج. سيستيك ديزيز محترم سيستيك ادنوميتوري تايب 1 في لانج سيستيك كبير شبه النيوموسوركس او الهايبر ليوسن نيوماتوسيل كبيره او لو الهرميه ودخل فيها الصوره الكاسه بتاعها، كل دول يعمل لك يونيلاترال هايبر ليوسن. خدتها من اللانج حاجه من اثنين، خدتها من البلوغه حاجه واحده، حاجه بقى جايه من سيستيك ديزيز ونيوماتوسيل كل دول سيست او جاستر كونتنت اعطاك فولس امبريشن انها هذا اكزامبل. كومبنساتو انفيزيما اوبستراكتيف انفيزيما تاني هايبرليوسيف بتاعته ساعات لما تغم بدل ما تعمل انسبريشن اكسبريشن في السيكونس يقول لك نعمل ايه يا جماعه؟ ديكيوبيتس ديكيوبيتس فيلم ما تقلش قبل منه كلمه لاترال ديكيوبيتس. لا ده فيلم اهو بي اي او اي بي زي ما انت شايف ما تقلش عليه لاترال نقول عليه قبل ليفت او رايت تبع انت نيمت المقل بيشرت على جنبه على انهي ناحيه. يبقى اما اقول ليفت ديكيوبيتس يبقى الولد ده استور على سيفه وجنبه الشمال على السرير والفيلم الاشعه كده يبقى اسمه ليفت ديكيوبيتس. رايت يبقى جنبه اليمين هو اللي اسفل ها ونام على جنبه اليمين وانت مصور ده لاترال فيو؟ لا ده مش لاترال فيو، انت شايف الشيست زي ما هو بس نايمته على سيفه هو وصورته كده زي ما انت قلبت المريض وقفته على نايمته على جنبه انبوبه الاشعه جبتها كمان ها 90 درجه كمان اذا اصبح الانبوبه اتحركت والبيشنت اتحرك يبقى تعينه تاني اي في او بي. نفس الفكره لو لفت ديكيوبيتس نيمته على الشمال ولسه محتفظه بالهواء بتاعها يبقى هي الارتيس. وايه الفكره لما نيمه على الجنب ده؟ الجنب الديبندنت اللي انت نيمته عليه شد ديفليت لازم يخرج هواء لقيته لسه محتفظ هواء وهو نايم عليه يبقى ده الارتيس. يعني رايت ديكيوبيتس شوف ده اللفت اسم خالص جميل شكيت ان هنا في ارتفاعين رحت من اليوم على الناحيه الشمال لقيت لسه الارتفاع اللي موجود فيه يبقى ده ليفت ديفيوبيتس. نفس الكلام لوبا انفيزيما يا جماعه الموست كومن سايت فيها ليفت ابر لوب وتتنفخ هوا وتبقى سودة تماما وتبنى لك اليمين سورس الكولابس الاثنين التانيين السيجمنت التانيين وترفع لك الشيفت لان ده ستايمنت لوبة الصعب. لما تلاقي المنظر ده في اي طفل الشهور الاولى من عمره وعنده ايه انت عرفت سايد دمنش تلاقي الايه واصل كمان للانج دي كلها والليفت ابر لوب مليانه هواء ونزل تحت كلها دي لوبا بروفيزيما لان الموست كومن سايد ليفت ابر لوب انت تحكيها مليون خطوه. ادي ستومك دخل لفوق وما تنساش الكلام ده حصل حالة زي دي دخلت في اسم الإنسان وفكر لها أنبوبة. أنبوبة. عشان كان في جسد التمرين. والواد بدأ ياكل بعد شوية وكل ما ياكل ينزل يشرب كمكيني تنزل في الأنبوبة وحصل كذا كذا. ليه؟ لأنك أنت مش في بالك دي من وقت وسيب كبير. أه يا عم شوف التيبيكال شاف كده. واليوم الصورة صح يتجمع ويسيب حتة كف. ده الدفان طلع بتاع طلع لفوق. الكف طلع هيرنيشن which is uncommon في ذات الوقت انت لازم تحط انبايت شكيت قبل ما تحط انبوبه شوك اتروسيتي مش متاكد او جميع
يوم صورك يوم صورك ادي الميديا جروب انفيزيما بقى. شايفين الليفت ابر اللي احنا قلنا من شويه اللي هو انفيزيما ليفت ابر لغايه ميدل نيكست ليفت ابر يليها وايت ميدل. انا وايت ميدل انفيزيما شايفين الفيشر كده اللي فوق ازاي وكده لا دي كونجنتال جلوب انفيزيما وايت ميدل. سيبريشن فين في اليوم صورك سيبريشن فين واحد. نيجي بقى اخر حاجه هايبرليوسنت هيموسوركس صغير يعني اسمه وحجم اللانجا والهيموسوركس ده صغير يبقى اللانجا دي ايه وانا مبمض ها هايبو وزر ريفايفالي اور يا اكواير بالمونر هايبوبليزيا يا كونجينيتال بالمونر يعملوا ايه سمور هايبرليوسنت هيموسوركس وما تنساش الاكواير هايبوبليزيا secondary to unilateral bronchiolitis obliterans. لما يجيله bronchiolitis بقى ليه فيروس سن صغير تسلكت وان لانج اكثر من الثانيه تقلست الجروس بتاعها تفضل اللانج الهيلسي تكبر واللانج الان هيلسي تفضل صغيره للحجم صغيره للحجم والماسكولاريتي بتاعتها قليله ده ماكلويد سندروم اللي هو unilateral hyperlusion هيموسوركس انما ايه؟ ها؟ small size. كلو سمول سايز سمول وهايبرليوسنس شوف بقى الترمونستريشن كده لما رايت لانج ابر لوب تبقى ابيليكتيك يعني الفوليوم بتاعها قال تطلع بهذا الشكل دي رايت ابر لوب كريسس رايت ميدل لوب لما تبقى ابيليكتيك في ميدل لوب سندروم في الاسنى تبقى هي ورايت اكتر حاجه واحده ما اعرفش افصلهم على بعض شايفين المنظر ده او ما الاقيه بس في هنا هي ورايت ايه بوردر ظهرت حته واحده يبقى انا بيلينج وباصوم لي في حته في اللانج ميدل لوب يعني الساين تسمع اماما ام خلفا ميدل لوب ده ميدل لوب ما تسمعش حاجه منها ورا اللي ورا الابر لوب اللي ورا ميدل لوب انتيريور انما لو لقيت الاوباسيتي موجوده وصلت للديافرام يبقى انا بتعالج شوف اللايت بوردر بالظبط شايفينه مرسوم ولا لا؟ طالما مرسوم جنب منه اوباستي يبقى مش تبعه يبقى انا ديلينج ويز اوباستي مالها وراها اللي هي مين؟ لايت بوردر طب عايز تعمل لكم اهي شوف اللكم اللي بيقول اهي بص جميعكم في اي اكس راي على السباين بوستيريور كل ما انت نازل من فوق لتحت نورمالي تبقى لحيت تصبح مور راديو ليوسيد يعني كل شويه تسوية لو انا نازل من فوق لتحت والفرتبرا بدات تبيض ده باثولوجي من المستحيل ان تلاقي الفرتبرا فوق الدايفرام لونها ابيض عن اللي فوقها لونها لازم بيكون اسود فكل ما انا نازل كودري شوت ذيس فرتبرا مور راديو ليوسيد لقيتها بيضاء يبقى باثولوجي عندي posterior lower lobe consolidation وهكذا اتريسيس. اللوبر اتريسيس بياخد نفس الكلام اللي في ابر لوب حته المكان ده الحته دي بتبقى هيزي ما بقاش مجبر لان دي الفيشر ما بتشوفوش انا في النقل البيوت. هنا بقى ريترو كارديان اوباستي هتشوفوا الكلام ده زمان كتير يا جماعه وهتشوفوه في بالذات في الهارت ديزيز اللي عامله كومبريشن على الليفت لوور برونكس في البايك نوستولوجيز بالذات لوحديه هذا الكاردياك شادو شوف اللي جوه وزن في الكاردياك شادو في شادو تاني جوه قدامه تريانجو ده الاوباستين البيز بتاعها ناحيه السباين اهو وانجل تانية هنا وهي اوبليك موازيه للليفت كاردياك مين التيشو دي؟ الليفت لور لوف كلها كلها بسيطة ده كان زمان بيتقفل بالكاردياك اور سايد مش عارف هي دي ليفت لور لوب ده مكانها تفتش عليها فين؟ ها؟ ورا الهار اللور لوب يا جماعه كلها فين مكانها؟ ورا الهار تسمعها بوستيريوري انتيريوري ما بتشوفهاش خالص بعد الليمولا على الناحيه الثانيه هو وهكذا نيجي لحاجه اسمها ايرليك الايرليك يعني ايه؟ نورمالي كلنا لما نعمل فيلم أشعة عندنا هواء ها
هوائك متحدد في ثلاث أماكن في جسمك. جوه اللنجة البولاري والتراكيل والبونكر كريد بهدف القياس السيشن عشان أوصل للألبولاي لازم آخد كل السكين. ده ممكن. مكان تاني جوه الجي أي تي كاليومن من أول الأسفنجس وأنت طالع لغاية تحت خالص. الإير داخل اليومن أوف ذا جي أي تي. الاثنين لهم علاقه بعد الواد ما يتولد، يعني ايه نيوترو؟ مفيش ولا فتفوت هواء، لا في الجي اي تي ولا في الار، لان لا في هنا كريشن ولا هنا في بس صح؟ دي نقطه. الميديات ادفيرس خد الشهقه الاولى لانج ايريتد. وسنه سنه الكسبه بتعمل تتكون في الجي اي تي من اول الستومك لغايه ما توصل لتحت. ده موجود ادفيرس ايميديات ولا نقطه هواء في الجي اي تي. المكان الثالث ساينسز. فالثلاثة دول الساينسز، الثلاثة دول هم اللي يكونوا أي خروج للهواء خارج إطار الثلاث أماكن دول نسميه إير ليكسون. إير ليكسون. يبقى دول كلينيكال ريكوجنايزر ديسوردر بيدوس باي راتشر أبشر أوف نورمال إير فيلد سبيسز حطها ألفيولاري ساينس جي أي تي وسكيب أوف إير إنتو تيشو إن ويتش إير إز نوت نورمال. شوف المنظر. لو هرب الهواء في الالفيولاي وسابها الاولى بالهروب الانترستيشن. صح؟ نسميها بالمونري انترستيشن انفيزيما. دي يونيك فايندنج في نيو بورن. وان اوف ذا فايندنج اوف اير ليك وهتشوف شكلها عامل ازاي. ان الهواء دخل ساب الالفيولاي ودي سيفتنج في الالفيولاي في اللي هي الانترستيشن. دخل جوه القلب نيوموكارديوم، دخل في البريكارديال ساك نيوموبريكارديوم، دخل في الميدياستاين نيوموميدياستاين، دخل في البلور سبيس بلور نيوموسورك، دخل في البلاد الامبريزو. ده اير ليك برضه يا جماعه بس البلاد ازاي؟ سابكوتينيوس تيشو سابكوتينيوس انفيزيما. ما حدش يقول سيرجيكال انفيزيما يعني عشان هي الموست كومن كود بيبقى جراحات او تروما انما هي سابكوتينيوس انفيزيما. بريتونيوم ما فيش في اير نورمالي نيومو بريتونيوم. في الانتستاينال وول ها نيوماتوزيس ها انتستاينال اللي هي بتاعت ده كل دول اير ليك 1 2 3 4 5 6 7 9 من الحاجات. في النيومو صورس ممكن يكون سوبنتينيوس العيال الحلوين اللي شعر متختخين وبيدرس في ساسيديشن هو محتخن في ميكانيكال او ميكانيكال فينتيليشن او اير كلامبنج دو بيرن فالف ميكانيزم رابشر نيوماتيسيل دايركت تول او بيدرس كافنج في المنتصف من الحاجات دي كلها. دي اسباب النيو او ساعات سوبرتينس حته دريب في العين ما انتش عارف. انما في نيو بورن برضه تروما الى ان يثبت العكس. في سن كبير ومش عارف ينطق الكلام ده اسمع. في سن في النص كحه جامده جدا لغايه ما حصل له ايه كرابشر. واحد جاله هيستوري تيبيكال اوف نيومونيا استفيد كوكا نيومونيا وحصل نيكروتايزنج كابيتيشن او كابيتال نيكوز ونيوموسوركس يبقى نيوموسوركس جاي منين؟ كرابشر نيوموسوركس. خلي بالك كل الحاجات كل ديزيز وله ايه؟ الاكسبكتد تشوفها ازاي؟ ما انتش شايف النيوموسوركس كل الاطفال في واحد هيب بيقعد ومصور ايريك بصوا الكيرفي ما انتش عارفها شايفها فهتبان لك بشكل مختلف تماما عن الصبعين فيه. يعني نشوف المنظر ده كده حد يقدر يشك ان الفيشن اللي عند النيوم صبح بيتفتش فين؟ الانجل وير ذا سايت اوف نيوم صور خدتش عليه هنا لو الولد ده قدرته مصور كاستر بابي يبقى حط عيني اشوف فين فوق بص لليوسنس هنا وبص لليو اخوات ده ايبيكال نيوم مفيش لانج ماركينج حاجه ادي ايبيكال نيوم صور ساعدني تصعيد تقوم انت بشطارتك كده تروح نازل سنه سنه الله الله ده في خلطه شايفينه؟ يبقى انت قدرت تتريس النيوموسوركس ايبيكو لاترال يبقى الايبيكو لاترال نيوموسوركس ده نيوموسوركس في الطفل اللي هو يا دكتور اللي واقف جريت وهكذا انما
لو نايم على ظهره يتجمع الهواء في النص اند لندا ارتباط سوبرين فيلم، الهواء موجود في الفري سبيس ده اهو، دايما دايما هواء. وشفت شويه صغيرين ليه؟ بالمنطق هيجمعوا بالسن؟ لا. هيجمعوا لاترالي؟ لا. هيجمعوا ابيكال؟ لا. امال مين الانتيريو بارت اللي هو اند لندا؟ كلوز تو ذا كارديك موفر. والمنطق تحت ويجمع شريط من الهواء جنب الهارت اسمه انتو ميديان ليونس اهو. ده الخط ده مش نيومو بريكارديوم ولا ده البريكارديوم هو هواء، ده انتيريو نيوسوت لان في الحته دي بس على الناحيه. هتشوفها جنبي دلوقتي اهو. الوايت كارديوك بوردر بقت ويل ديفايند، وفي اير هنا اهو كمان. ايه اللي خلاها بقت ويل ديفايند كده؟ ان في اير جنبها. نفس الكلام على الناحيه الشمال، الاير جنبها. شوفها تاني اهو. ده اللايت كارديوك بوردر وده الليفت كارديوك بوردر. صمت هيزي هنا، انما شوف هنا ويل ديفايند. ايه اللي خلاها ويل ديفايند؟ جنبها هواء. لو انت شاكك ادى الانتروميديا اللي وصورك اهو مفيش فيها كلام موجود جوا البنك طبعا انترستيشن انفيزيم مفيش فيها كلام. تروح عامل ديكيوميتاس فين؟ طب انت عايز تشكك ان النيوروسوركس على الرايت سايد، هتطلب الديكيوميتاس على مين؟ ما تقولش بقى اطلب في المين، الهيمو مره هنا والهيمو مره كده، لا الكلام ده تكون شاكك في انتراتيك. لما انت عايز تشوف في هواء في مكان ما في الرايت لاين، يبقى انا اليوم على مين؟ ها؟ اللي اسمه ليفت ديكيوميتاس فين؟ اهو الهواء طلع فوق قدام تاني. نفس الكلام انتيريو نيوروسور. ده ايه ده؟ الفرق ده بتصور ايه؟ ها؟ سوباين؟ ها؟ لا كده هو نايم زي ما هو، ما عدلتوش مش كده زي ما هو صورته كده اللي هو ورا مستر ورا. ادا تيبيكال يا جماعه انتو ميديان نيوروسوركس. حد يجي يقول لي كده اللانج فين؟ اللانج يا جماعه هي. كل دي اللانج بس ورا النيوروسوركس. انت لفيته داير داير بس متجمع اكتر انتروميديا، عشان كده باين لك السواد ده. فحد هيقول لي انا شايف لاند ماركينج فيها، ما هيش جيت بلاك ليه؟ حد يجاوب؟ وراها لانك، وراها لانك، ما هوش تنشن نيوس. لو تنشن لانك هتكون لابس، ما فيش لاند ماركينج معاه زي ده كده. انتروميديا نيوس وراكس على ناحيتين صح، وفي لف 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 وعامل لاترال نيوروس وراكس على الناحيتين صح. اللانج فين؟ شايفين اللانج كلها؟ ما هي دي اهي، كل دي لانج كلابسد، وفي اير هنا وفي اير قدامها وفي اير وراها، بس متجمع انتروميديال ومتجمع كمان في الحته دي يا جماعه. This is not the gastric bubble. This is not the gastric bubble خالص. ده الديافراما. عارفين الهواء ده فين يا جماعه؟ تحت اللانج بين البيزو زلاند والايه؟ والبلورا يسميه الساب بالمونيك نيوروسورس. يبقى نيوروسورس في السوبرين فيلم اول ما يتجمع يتجمع انتروميديا فين ساب بالمونيك، وبعد كده تخش زي ما انت عارف. ده ايه بقى؟ تنشن. ليه قلت تنشن؟ بص الدافلام يا جماعه نزل لتحت، شايفين السالكس دي بقى دي كوستوفرونيك سالكس. انا نيوروسورس غير كده اسمه نيوروسورك. واللانج دي ايه دي؟ واللابسد واللابسد الهواء قدامها وجنبها ووراها وحتى هرنيتي كمان في الحته دي اهو. كل ده الهواء بتاع الناحيه دي. بس في حاجه مهمه عشان تقول تمشي، ماس افكت. يعني ايه ماس افكت؟ يعني ضغطت على النيل باي ستراكشر باي ديسبليسمنت او كومبريشن. ديسبليسمنت او ضغط. الهارت راح ناحيه الشمال، ده فلان نزل تحت، البيشن ده غالبا تو فيليو، تو ميجر كومبريشن. سبايتو فيليو الحاجه الثانيه ده اوبستراكشن. انت لو البيشن بقى بوزيتيف مفيش فينا في الاير الهارت ما بيبقاش. زي بالظبط زي الباثولوجي بتاع الكاردياك ايه؟ تم كاردياك تم تم تنشن الوصول الاثنين دي دول اسباب اوبستراكشن.
انما ده مش من الصوره بتمشي. ميدياستاين وصمات سنتر الهبط في مكانه لانجي كولابست، وده هو مفيش فيها ولا في بعض، يبقى ده ليهم صوره ساعه. بيتم لحاله والله ما بيتكلمش، بيتم لحاله والله ما بيتكلمش، انما البريشر مصوب اتموسفيرك. لان لو البريشر مصوب اتموسفيرك هيحصل لك تمشي اتنين ده في يوم تيبي ميديا ستاينال بقى لما يتعمل في اير نوست كومر كوز في اليوم وميديا ستاينال از از اسفل بيتبان لك بحاجه مهمه جدا خطوط سوداء طالعه شايفينها في الميديا ستاينال وتوصل للنك في سيرجيكال انفيزيما لكن البيوت تلاقي بيت مستقبل ايه ده اول حاجه تقول لك ان في يوم نزلت تحت على الدايفرام او السايمس لو موجوده ادى السبينار كارسيل اللي احنا قلناها بتاع اليوم يسال اهي تيبيكال ليفت لوب طلعت وايت لوب طلعت اتحددت الانفيريور بوردر بتاعتها رغم ان ما كنتش شايفها كانت هي والهب حاجه واحده ايه اللي طلعت بيها من تحت لفوق نيو ميديستر اي تاني سايم تالت سايم ان الاقي الدفان من الليفت كوبيلا لغايه كوبيلا اقدر اخدوها من غير ما واقف لا ما وقفتش ماشي اسمها كونتينوس دايفان سايد يعني الدايفان اقدر ارسمه المنظومه اللي انت بتوقف في النص ليه؟ لان الهارت مع الدايفان اتاتش مع بعض من غير ما الهواء يسحب تحتهم اذا الهواء سحب ومشى اسمها كونتينوس دايفان سايد لان الدايفان اترسم بالهواء اللي فوق اللي خلاهم بقوا متصلين يومه ميدياستاينال. كم ساين النيومو ميدياستاينال؟ اهم ترانسليوسنس بتاعت الريبس الترانسليوسنس بتاع الستريك ستريك ترانسليوسنس في ميدياستاينال سيك طبعا معاك الجديد كونتينيوس دافران ساين سبينار كارسيل او اير اوت لاين ذا ساينس يبقى اللي بيترسم تحت دافران بيترسم فوق الساينس وبعد الخطوط تطلع فوق النصف كومان كوز ايه؟ هنا البيمونري انترستيشيال انفيزيما ايدي مونستريشن بص المنظر اللانج المفروض ده نيمو سوراخ صح؟ مش فاكر ده شوت ذا لانج دي كولابس مظبوط؟ ولونها هيبقى ابيض بص الشكل اللانج اللي انت شايفه فيها فين الاير وده البرونكال دي لا ده فين الديليوسنس هي الديليوسنس ستريكس خطوط بيضاء وزن ذا لانج اتسيلف واللي باقي دي لانج تيشو ايه الخطوط البيضاء اللي ديسكتنج جوه اللانج دي هواء وزن ذا سكيلتون اوف ذا لانج اسمها انترستيشيال عارفين يا جماعه الناس الميناتولوجيست لما يلاقي المنظر ده على البنت يقول لك ايه البنت تاخد الاخشن لو انا شفت البيشنت ده قبل النيومو سوراكس يبقى ده هيجيب له النيومو سوراكس بنسبه مكيفه عاديه. يعني انت هتتوقع ان هيخش في مين؟ بيوستيك اكشن. انما لو انت لحظك لحقته الولد ده على البنت تلاقي الدي ساتنج بدا يحصل. ارضي السؤال هو ركبت له شفاكه بتتحسن وسنه بدا الدي سات بس مانيش شايف نيومو سوراكس. ماشي هيحصل ان شاء الله بس نص اللايف تلاقي بالمنظر بالمدى اللي فاستيش ده ايه اللي هيخليه البيشن ده يديسات طب ما هيخش الهواء ده جوه الالفولاي والالفولاي تبقى تلفتك مش ما فيش فيها ايه ويحصل ريديستريبيوشن للهواء في الناحيه الثانيه هيحصل حاجه اسمها انترا احمد انترا بالمدري ها شرط يعني ايه انترا بالمدري شرط عندنا في الكونجينيتال هارت رايت تو ليفت شرط في اس يو بالمدري هايبرتيشن فعلا اسمه رايت يبقى البيشنت ده ساتي نتيجه ها رايت تو ليفت بي دي او بالمره هايبرتنشن رايت تو ليفت فلو بتتفرج رايت اسمه انترا كونتاكت او اكسترا كونتاكت شارت امال ايه انترا بالمره شارت؟ ان الهواء دخل اللنج او ما دخلش اللنج ودخلت بالمونري ارتريولز اللي هي جايه ببلاد الاوكسجين بتاعه في السبعينات وخرج من اللنج للبالمونري بين وهو لسه في السبعينات. بعمل ايه سيادتي جوه اللانج؟ لا شيء اسمه انترا بالمونري شارت.
كأنه غايته لفت شنطة داخل اللاند مش ده اللي حصل. خدت فينوس بلاد وديته للقاتله من غير ما يعدي على الطب، هو عدى وما مشاش اكسجين لان القلب غايته اتحجبت مفيش فيها هواء، بنسميها انترامالمونري شوك. ده اللي هيحصل، هتلاقي الواد سالب نتيجه دي. كل الالبولاي اللي هنا الاير بتاعها قل، فداخل لها بالونه وارتي واحد لبالونه فين ورجعت من غير ما تشيل هواء، اسمه انترامالمونري. تعمل ايه في البيشنت ده عندكم؟ تعملوا ايه اقصى حاجه؟ سيلكتيف انتيوبيشن على الناحيه اليمين عشان تخرج الانترامالمونري شنط الهائل. يعني عندي وان لايف هيلث تشتغل خشها برضه اكسجينها ساتوريشن يبقى 99. عايز احرم الولد من هذه اللانج الانهيلثي لان هيخش هيخرج بدم لانه بينه زي ما هو ما خدش اكسجين. ينام على نفس السايت وتركب له انبوبه وتعمل سيلكتيف انكيوبيشن انا خرجت ايه تبص كانه عايش جوه اللانج لوحدها. لانج وحدها طيب الفوليوم والساتوريشن بتاعها في المية اللي عايش جوه اللانج ده. ليه؟ لان ما عندوش انترا بالمونري شارت. كل الطيب كل واحد لانك كل الباسكولار تحت اللانك يبقى تدخلت في 70 خرجت في 99 10 10 لما انتهينا خرجت في 80 دلوقتي. مفهومه يا كابتن؟ ينام على نفس الناحيه. This is a medical problem لوحدها. Medical cause مش surgical cause. هذا بالمونري انترستيشن في دي. نيومو بالكارديان لو الهواء في البريكارديان سكتت بدايه او بينه كله بالتروما نيوم كارديان ده جوه القلب. هنا بقى بص لي بصه كده ومل عينك ولسه ايه يا دكتوره منا جوز انت ليه صح؟ اهو اهو زي البرونكو جرام اللي انت شايفه في اللانج بس شايف زي ما تكون بينه جرام داخل مين؟ الليبر. ده اير وزن ها سبورتال فينس سيستم وصل له ازاي؟ الانتستين. والانتستين وصل له ازاي؟ هو باصص تحت كده اهي ادينيوماتوزيس انتستينال زي ما هنشوف دلوقتي وعدت في البورتال سيستم وبقى جوه اير من سبورتال فينس سيستم. مظبوط يا جماعه دلوقتي؟ امريك انا نفس الكلام وبين الهيماتوزيس اللي في الانتستين. اوكي. عايز تشكك النيومو بروتينيات بتروح لاترال فيو قد الهواء اللي موجود في البروتون لاترال فيو وساعات يتجمع في الحته دي يا جماعه ويعمل هايبر ليوسنس شويه او ريديو ليوسنس اكتر على مواعيد بلوك مختلفه. عارفين الفوتبول ساين؟ حد يعرفها؟ نعم؟ لما تملى الابدومين كله اير بتبقى شكل الابدومين عامل زي الفوتبول الاسطوري اللي هي مش الكوره اللي هي مطوله شويه كده مش عارف يلعبوها ازاي دي بس بتبقى زي الشمامه كده هتلاقي كل الابدومين عباره عن زي الفوتبول كده بس حاجه كاركترستيك ليه السهم ده شايفين الخط ده؟ شايفينه؟ وات از ذس؟ أول ما الهواء يمشي في النيوروبروتونية وينفخ البطن كلها إير تلاقي واحد جاي لك في النص كده وحاسم لك الأبدومين بطريقة حلوة. عارفين ده مين؟ ده الفانسيفيوم ليجامنت صح ميديا نمبريتا اللي موجود في النص كده يروح فصل غائب. This is characteristic اللي هي الخط ده أهو أو الخط ده ده يساوي إيه وإحنا مرمضين؟ ما ينفعش الخط ده يبقى مثلا إلا حاجه واحده ايه هو؟ هوا يمينه ويساره مش هم يبان لك لاين اللي هو ده فري اير في مين؟ نيومو برضه الموست كومن كوز في نيومو بروتينيا النيوبور ها نيك اكستنشن من نيومو ديستاين ببشر ديزيكاس نتيجه ولفولاس اكليزيا او ريكتال سيرموبيتا مش عارف ايه الحاجات دي كلها المهم برضه روما وستنتي من نيومو من جاستاينا بتنزل للبولز تبقى عندك نيومو في الدنيا. هذا نيومو في الدنيا والمنظر الطبيعي. يبقى هنا ال ال
تاخدوا بالكم منه في المحاضرة دي. ازاي نقدر نفرق ما بين اوبستراكتيف هايبر انفليشن وما بين كومبنساتوري هايبر انفليشن؟ انت بتشوف المريض في فيزيكال ساينس عندك والسماعه، اوعى تنسى البارت اللي احنا نقول ده الانتري ديمينشت فيه في اي ديزيز في الشيست، الجزء اللي الانتري ديمينشت صار هيلث سايد حوله الى اشعه تبتدي انتربريت ده مع ده تقدر توصل. كومبنساتوري هايبر انفليشن اولموست اولوز الاير انتري احسن. اوبستراكتيف هايبر انفليشن الارتباك بالسماعه الاير انتري ديمينشت، ومعاك ميزه في البارت السيمتري بتحط السماعه هنا وتحلقيها في نفس المكان على الناحيه الثانيه سايد باي سايد زون باي زون او مقطع المحيفه مفيش هيك. تنشن نيوموسوركس قصه، نيوموسوركس العادي لازم تقولها في محطات الاسكي اللي في البيشنت ده نيوموسوركس بتروح واقف. طب كومنت لارج هايبر ليوسينتي هيميسوركس diminished vascularity of variety in mesorax free H link side in seas مفيش جيت بلاك وبس مفيش فيها بلانك ماركي shift of the heart to the contralateral side inverted diaphragm on the same side تراكية بشيفت to the left side. عدي دول كده هتلاقيهم 7-8 كل واحدة بمرض كده بمسورك. هي الميوسورك بس علق عشان عليها بقى الميديات مانجمنت. هتحط الانبوبه فين؟ انتيريو ولا بوستيريو؟ بيشن ده غايب والاثنين كومبليكيشن اسمهم ايه؟ كذا كذا واكسبلين واي كذا كذا هكذا مستقيم الكوز بتاعها ايه كذا كذا هذا واضح. لما بتلاقي الانتربريتيشن بتاع الاشعه عليه المين مارك لو 20 درجه تلاقوا 15 12 درجه منهم على اللي انا قلته الاول ده ديسكريبتيف. ساعات تقدر تقول نيوموسوركس تروح واقف زي ما بالظبط لما بتبص لفيلم الاشعه بتاع القلب في ايه؟ كاردومينري. تلخص فيلم الهارت والشيست الى كلمه كاردومينري. مفيش اسمها انكريس كاردو سوراسيك ليش في اكتر من كذا. مفيش قبل كلمه كاردومينري ماسك كاردومينري الثمن. مفيش بالونه الفاسكولاريتي تعلق عليها ايفن لو نورمال. مفيش تشمبر انلارجمنت تجيب سيرتها حتى لو مفيش. كل ده مهم. وباسيتي في اللانج او في الشيست زي ما احنا بنتكلم بيجيلكوا كتير جدا في المسوباين اي بي فيو والبيشنت نايم وبيك هيميسوباكس ومفيش اي لانج فوليوم جين فيها عشان تقول ده ها اللي هو الافيوجين السوباين فيلم. ديفينشال توتال لانج كونسنتريشن في الاطفال صعب شويتين ثلاثه. اي اوبيك هيميسوركس في الاطفال حتى لو من غير ميدياستاينال شيفت فكر في جلوبال انفيوجن قبل ما تفكر في الكونسوليشن لوحده. انما في السوباين فيلم حتتك يا جماعه. فاحنا لو اتكلمنا عن الاطفال وكل الالغاز اللي موجوده في اشعتها السوباين فيلم لازم يكون ان مايند في كل عيان انت بتشوفه. هيغير مكان النيوموسوركس، هيغير مكان الجلوبال انفيوجن، هيديك فورس كاردوميجالي وفورس كذا وهكذا. كل ده لازم دي خصوصية بتاعتك لا تدرستها في قطر ولا تدرستها في كده. يعني ايه بالونة الانترستيشال انفيزيما محدش يعرفها الا احنا. يعني ايه فورس هير بتاع بلاين بتاع اسمه ايه ده سكين فولد محدش يعرفها الا انت. لان ده يونيك نيونيتال فايندينج مس انتربريتد بشكل اكبر. يعني ايه ديكلوبيتاس فيلم؟ كتير يكتبوا ديكلوبيتاس فيلم هو جايب لك الفن لاترال فيو. صح يا دكتور احمد؟ مليون مرة. مين قال ان الديكلوبيتاس فيلم ده لاترال؟ ده انت عكست الاثنين، نايمت الواد على سيفه ونايمت الاشعه 90 درجه. بعد ما كان كده كده وهو كده بقى دي ايه؟ عاديه جدا. بس بطلبها بهدف. واجيب عندك نيوم سوركس عايز ينام على كذا، عايز فيرم بودي ينام على كذا، وعرفنا الميكانيزم كلها. بارشال اوبستراكشن كومبليت اوبستراكشن. كومبليت اوبستراكشن اتريكسسيت بارشال اوبستراكشن. اوبستراكتيف هايبر انفليشن. اجنيسيس لانج ما اتخلقتش. اتليكسس لانج كولابست تماما ما عادش فيها هوا. الاثنين سمول اوبيك هيمي سوركس. ده ديفلوبمنتال انومالي اللي هي الاجنيسيس سنس بيرسي موجوده واللانج الثانيه كومبنساتور هايبر انفليشن ولا عنده اي حاجه.
غير ما بابا يجيله نيومونيا ولا حاجه تبتدي تكتشفها. انما الولد الثاني الاتيلكسيت شوت بيرشو فور ذا كوتس، يا من جوه البرونكال تري يا من بره البرونكال تري. طب الليفت لانج كلها اتيلكسيت، يبقى انا بفتش على حاجه على الليفت برونكاس قفلتها كومبليتلي، يا فروم وزين يا من وول يا من بره بره. واشوف سي تي طلعوا علشان خاطر اعرف ميكانيزم اتيلكتيف ميوكاس بلاك فورم بودي هايلر فيروسي. الميديستاين الانفلود يا جماعه بابا تراكيال تراكيو برونكال بيوري برونكال كارينال تحت الكارينال، اول ما الانفلود دي تخش على الهايلر بتاع الورد اسمه هايلر انفلود، اللي هي برونكو بالمونري انفلود اللي في الهايلر، عشان ما حدش يعرف يفرق بين كلمه هايلر ادينوسي وبين ميديستاينال. ميديستاينال ده كله بقى تراكيال تراكيو برونكال كارينال بيوري برونكال، انما البرونكو بالمونري انفلود اللي هي عند روت وصلاه الداخله دي بس دي اسمها ايه؟ هايلر انفلود. أي أسئلة؟